لو كان يمن حولك فرصة أنك تجسد مشروعك في الجزائر؟ ندير الأخر سلسلة تاع مطاعم. علاش سلسلة؟ لا هي على كل حال الدومين تاعي كويزيني و تسمى فيها شوية فايدة والربح و هي تمشي تسمى هنا في الجزائر. الميزة تاع مطاعم في واش؟ في واش الميزة؟ يعني واش تزيد للجزائر؟ لا بيان سور تزيد في السياحة تزيد في الأخر تسمى مام باغ إكزومبل في السياحة هي برسك هي الصح كاع في السياحة باغ إكزومبل في لي زوتيل ولا على البحر ولا دي زوندروا كيما مقام شاهد ولا في من يكونوا السياح أيوا في باغ إكزومبل في الصابلات ولا لا لا بيان سور اسم سبيسياليتي كيما الاخر غاسترونومي كويزين فرونساز ايطاليان بور اتيري لي كليون بيان سور الاجانب الاطباق الجزائريه لا هذيك بيان سور دير شويه تقليديه شويه غاسترونوميك شيمنا شويه من مودرن ايوا لا هي الاخر اللي تمشي هي واسمو لا كويزين فرونساز سما هي اللي تمشي بارتو دون الموند مي بيان سور لازم نوريبريزونتيو الاطباق تاعنا التقليديه كي يجوا السياح الفرنسيين يجوا لهنا يحوسوا ياكلوا الماكله التقليديه تاع الجزائر بيان سور شويه كسكس شويه لا واسمو اللوبيا ولا عدس ولا سا ديبون المهم اطباق تقليديه شويه مودرن شويه تراديسيون ايوه وان شاء الله ثاني تنجح هنا في الجزائر ونطوروا المطاعم تاعنا وان شاء الله نروحوا بعيد.